يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. بنكمل طبعا معاكم فقراتنا مع اصحاب الهمم ومبادره مصر تستطيع الخاصه بيهم طبعا. ومنورنا دلوقتي داخل الاستوديو محمد كرم وهو بطل الغوص ووالدته مدام الهام عبد الغفار. صباح الخير على حضرتك. اهلا صباح بيه. الفل صباح يا ابو حميد، منور الدنيا كلها. نور عليك. وش ياك دي كلها يا فريد؟ انا طبعا قعدت القضافه معاك. انا دلوقتي اسمي محمد كرم. طبعا انت راجل بطل، احنا كلنا عارفين اسمك وعارفين البطولات بتاعتك وايه. بسم الله ما شاء الله كميه الميداليات الحلوه دي. انا اصلا حضرتك انا سفير بطل العرب في سوريا. لا 2010 سوريا، خد 4 ميداليات في سوريا. خلاص مش مهم. فجأة عبد الله ده بس ما شاء الله، دول عايزين حلقه لوحدها يا فندم. كان انت بسم الله ما شاء الله، يعني واضح ان كميات كبيره من البطولات. انت منورنا النهارده وفرحانين جدا بوجودك معانا، وطبعا حضرتك مشرفانا ومنورانا يا فندم. اهلا بيكي وربنا يقدرك. انت ست بطله انت كمان، ان انت صنعتي بطل برغم ظروف مش سهله، مش كل الناس يقدروا يتاقلموا ويتعاملوا معاها. فحضرتك كمان انت كمان تستحقي هذه الميداليات والدروع وشهادات التقدير. مرسي لذوقك، واحنا بنشكر القناه وبنشكر حضرتك. هو الحمد لله رب العالمين دلوقتي بقت في مساحه كبيره قوي لاصحاب الهمم انهم يظهروا بالمظهر اللائق، وفي تحسن جامد زي ما انت شايف حضرتك في البلد كلها. يعني الاهتمام ده جه من سنه 2014، فمن اول ما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر بطولة العرب هنا، فأطفت حاجات كتيرة قوي قوي على الولاد دي. وحضرتك لمسة بنفسك ان في تطور حصل وبقى فيه اهتمام بعد فترة طويلة ما كانش فيها اهتمام بالفئة المحترمة دي من المواطنين. بالفعل احنا كبار دلوقتي، بقت اقل حاجة يعني بنكتب على النت اللي احنا عايزينه، بنعرف ايه اللي احنا عايزينه. كان زمان بندوخ على ما نعرف حاجة زي كده، وبعدين لما معظم المسؤولين شافوا القدوة بتاعتنا سيادة الرئيس لما يدي فرصة محمد، حصل لقاءات معاه يعني في وجود سيادة الرئيس، لما يعني يقول له عايز أتكلم ويخليه يتكلم وعايز يعني ويدي هو الفرصة، ده الرئيس. طب ساعات احنا كنا بنقف عشان نقابل مسؤولين ما كانوش بيقابلونا، فلما كانوا بيعرفوا محمد متصور مع سياده الرئيس فاي حد يطلعه يقول له ده صاحبي. اه طبعا. فدي الكارت بتاعه. لا وبعدين عنده صور كتير بقى مع سياده الرئيس، مع سيد وزير الشباب والرياضه، ومعظم الوزراء الحمد لله رب العالمين. بس دي بتشجيع سياده الرئيس وبتشجيع المسؤولين، وستر الوزير اشرف صبحي طبعا دايما بيدعم محمد ودايما له الشكر، كل الشكر. وزاره الشباب والرياضه، وزاره البيئه، كم من الوزارات محمد نزل تحت رعايتهم. جميل. فدي لما بنلاقي ايد العون دي بتخلي الواحد يبذل اقصى ما اكيد اكيد. قلت ايه لسياده الرئيس لما شفته اول مره يا ابو حميد؟ انا لسه اهجي اول الخص بتاعي اول. ماشي. هو عايز يعرف نفسه. طبعا. لا عنده حق، انت صح. انا اسمي مغن مرسي، عندي 23 سنه. انا 2010 في سوريا، اخذت 4 ميداليات في سباحه ما شاء الله. 2014 امريكا، خدت مركز ثالث العاب قوى وكلها. 2015 امريكا، تلت على العالم امريكا كره اليد داخل مصر. 2018 مسيك كبد سبع العالم. طبعا سافرت 2018 اول ولد ابو ظبي، اول ولد سيدروم بلعب دراسه ختالت. انا طبعا سافرت مكسيك 2017، خدت 7 العالم. انت قلتها خلاص 2019. ده لف العالم كله ما شاء الله. طبعا سافرت شرم الشيخ مرتين، سافرت خاص ارض مصر مينا، ومصر مينا درسوها، مصر مينا شافوها. رحت سافرت خداعة غطس برضو، خاص برضو مصر مينا درسوها. عمد بحر احمر، مرسى علم، في مرسى علم كمان مرسى علم انا اخرجها،
والاثار لا مرسى عالم غير الاثار الغوص. وانا كنت فاكر ان محمد بطل بس في الغوص، ده طلع بطل في حاجات كتير ما شاء الله عليه. انا شفت الكيلو بدره، هو تتبع الاثار الغارقه في اسكندريه ليا، فشاف شفت كيلو بدره، مدينه كيلو بدره، شفت راس ابو هول، سلمت عمد بقى احمر 5 كيلو ما شاء الله عليك، سلمت سيد الحافظ، بطل بطل بقى يعني بطل، خد المركز الاول، هايل خد كاس، وانا في سنه رابعه هو في سنه رابعه معهد الباليه اكاديميه الباليه، كمان باليه يعني كمان فنون مش بس تفوق في الرياضه، بسم الله ما شاء الله. محمد فنياته اللهم بارك، برده عمل رقصات جميله قوي على مسرح سيد درويش وجامعه القاهره، وعمل سعيده اوبرا. اوبا لا ده الموضوع سعيدة. كبير بقى، انا هستاذنكم بالذكر واحنا بنتفرج محاضراتكم على الكلمه او بنسمعها، يعني محمد كان باصص على الشاشه وبيوجه كلامه لكابتن محمود الخطيب بيقول له انا بحبك قوي. انت برضو قابلت كابتن محمود الخطيب؟ انا طبعا الموضوع قابلته فين؟ قابلته انا سمعت ان كان في مره مسابقه ما هو كان لا صاحب، هو هم كان محمد كرم كان مترشح لعبور المنش يعني، بس قبل جت الكورونا وقفت، فكان اللي كان معمول الاختبار في مرسى النادي الاهلي، فكان اللي ادى بدء الاشاره هو كابتن محمود الخطيب، هي اشاره الانطلاق، فاحنا بنثني عليه وهو كل الشكر، وانا اعرفه مش اعرفه، احنا اهلاويين بقى معلش بقى مالناش دعوه احنا فيعني عشان كده محمد مديني البوم من ضمن مجموعه البومات تقريبا كل رموز وايقونات النادي الاهلي كلهم متصورين مع محمد. انا اصلا انا عايز طبعا اشكر طبعا قناة النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي. أنا أصلاً بشجع بروح النادي الأهلي. عايز أقول لك بشجع بروحي النادي الأهلي. أنا أصلاً عشان مهندس عشان كابتن محمود. كابتن محمود الخطيب. محمود الخطيب. بس. هو أنا مش عارف أقول إيه، هو فعلاً تحياتي هو طلع كلام حلو جميل ما شاء الله. واحنا بنتكلم يا محمد شايفين لك، بص الفيديو الحلو ده، ده كان فين ده يا محمد؟ انا كنا في ال بسم الله ممكن تكون في محميه راس محمد. راس محمد الله عشان هو نزل تحت مبادره مصر تستطيع، يكاد يكون نزل في جميع يعني نزل شرم مرتين ثلاثه، نزل الغردقه، نزل مرسى علم، حضرتك احنا رحنا 12 ساعه مرسى علم دي مفتوحه في البحر الاحمر، ونزل اسكندريه في الميناء الشرقيه يتتبع الاثار يعني يشوف الاثار الغارقه، فنزل كتير قوي وعلى يعني لغايه 15 متر. طب انا برضو عايز اسال حضرتك على حاجه، بس دي حاجه مهمه يا محمد نسال ماما عنها. اول مره حضرتك خدتي قرار يعني قرار ان انت لازم تخلي محمد ينغمس في دنيا الرياضه الى ان انتهى بيه المطاف كبطل رياضي في العاب مختلفه الحقيقه، يعني خدتي القرار ده بناء على ايه؟ ولخص لنا كده المشوار اكيد الصعب اللي حضرتك مريتي بيه. بص حضرتك، هي انا ما خدتش قرار، احنا في الاول محمد لما ربنا يعني عرفت ان هو كيس ما ف خلاص توكلت على ربنا، وبقيت اي حاجه اسمعها تاخد بايده من هو، مش عايزه اقول لك ان انا ما وزعتش السبوع بتاعه لان انا ما اعرفش، لان هو ما عندناش حد في العيله كده، بس انا تقبلت يعني بعدها باسبوع ب 10 ايام كده تقبلت بقى الموضوع، ما همنيش هو ايه، فابتديت اسلك ان انا اخليه يعتمد على ذاته، يعرف اتعمل ازاي، ما اعرفش عنه اي حاجه لغايه ما ابتدى دخل مبكر بقى وجلسات وتخاطب وكل حاجه تتخيلها، وبعد كده حبيت بقى ان هو ايه الرياضه، بس كنت داخله الرياضه من اجل ان يحافظ على جسمه، يحافظ على رشاقته، يحافظ على كيانه، لان الولاد معظم ولاد داون سيندروم بيبقوا عندهم استعداد للفات قوي، فكانت الحته دي رعباني قوي،
فكنت شغالة على الرياضة من أجل تحسين صحته والمظهر، ويبقى فيه إنه ينفتح ويبقى فيه مجال للاجتماعيات عشان ما نبقاش منغلقين على نفسنا. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، حضرتك يعني نموذج محترم للأم المصرية، أنت أم مثالية الحقيقة بالمعنى الحرفي للكلمة، وربنا يقدرك وإن شاء الله يفرحك كمان محمد كمان وكمان محمد. احنا بمناسبه الكلمه بتاعه الام المثاليه، محمد كان هيجنن عشان يخليني حاجه كان بيعملها من غير انا ما اعرف والله. كل ما يقابل حد عايز ماما تبقى الام المثاليه، هو مش عارف طبعا، بس انا فوجئت للناس اللي بتقول لي محمد كان بيعمل كذا. يكفي يكفي ان بشهاده كل الناس اللي حاضرين حضرتك مدين لك اللقب بغض النظر عن اي شهادات رسميه. انا نجاحي اللي في محمد هو ده دنيتي، ربنا يفرحك بيه. يعني فرحتي ربنا يفرحك بيه. احنا محمد انا للاسف احنا لازم نطلع حالا لان الوقت خلص، بس هنكمل كلامنا مع بعض. انا بس بشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتني وشرفتني. نفسي ميرسي ليك. انا نفسي اصلا ضمن حضرتك، انا نفسي ان نفسي اثر فايفينج مكان مكان كل حد. هو نفسه يعمل دايرن في أماكن كتيرة إن شاء الله يحصل بإذن الله، ونتفرج بقى بعد كده على الصور والفيديوهات الحلوة بتاعتك. نورتونا يا فندم وشرفتونا، بشكركم جزيل الشكر على وجودكم معانا في حلقتنا النهاردة، وشكرا.